السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا ميت أهلا ومرحبا ويا صباح مساء الفل على كل الناس الجميلة اللي بتسمعنا في حلقة جديدة من البودكاست. وحلقتنا النهاردة بنتساءل فيها: لماذا نقرأ الروايات؟ خلينا في البداية نقدم اعتذاراتنا المتوالية المتلاحقة علشان بنتأخر في تنزيل حلقات البودكاست، ولكن لعلكم تعذرونا علشان بنكون مشغولين، يعني كلنا كده كفريق عمل مشغولين يعني جدا والله. وإن شاء الله يعني ننتظر معكم، واستنوا مننا حلقة جديدة كل خميس بإذن الله تعالى. كمان لو في أعمال أخرى زي الكتاب الصوتي أو المقالات الصوتية هنحاول نخليها تكون يوم الجمعة، فسامحونا ودعونا. يلا نبدأ. اتكلمنا في حلقة قبل كده عن القراءة وليه نقرأ وليه ما نقرأش. لو ما سمعتش الحلقة طبعا أنصحك تروح تسمعها، هتلاقي لينك في الديسكريبشن بوكس أسفل الفيديو. ولكن مع الانتقال بعيدا عن الناس المغرضة اللي بتقول القراءة مش مهمة، والذهاب للناس الجميلة اللي بتحب القراءة وبتحترم القراءة وبتقدر القراءة، هنلاقي فريق كبير من الناس بيقول لك أهم شيء الكتب العلمية، أما قراءة روايات فملهاش لازمة، مجرد حكاوي يا راجل. وقبل ما نجاوب على الناس ديت، فيه سؤال وصلنا من صديق من كوكب المريخ بيقول: ايه هي الروايات دي اصلا يا ريان يا اخويا؟ هقولك يا صديقي المريخي، الرواية عبارة عن حكاية او قصة بتكون طويلة شوية، اما القصيرة منها بيسموها قصص قصيرة. المهم هي حكاية مكتوبة وانت بتقرأ بس. وقولك كمان ان الفن الروائي او القصصي يا صديقي يعتبر أقدم الفنون الإنسانية وأقربها إلى الإنسان. الإنسان يحب القصص والحكايات، علشان كده بنعمل وهنعمل إن شاء الله حلقات عبارة عن حكايات بس، زي الحلقة اللي فاتت اللي هي حكاية كشمير. لو ما سمعتهاش روح اسمعها بليز. فالقصص قريبة جدا من الإنسان، ولعلك لما تفتح المصحف اللي هو كلام ربنا ورسالته لنا تلاقي أكتر من 30% من القرآن عبارة عن قصص. أيوان أكتر من تلت القرآن، أيوان القصص مش شيء تافه إطلاقا، القصص شيء جميل. وإنت بتحب القصص يبقى أنت حد جميل. شوف سبحان الله، يقول الله تعالى: نحن نقص عليك أحسن القصص، مع الفارق طبعا بين قصص القرآن الحقيقية والواقعية كلها مقارنة بغيرها اللي بيكون كلها أو كتير منها عبارة عن تخيل الكاتب. المهم يا صديقي أن يتحقق الغرض من القصة، وهو كما قال الله في القرآن: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. المهم حدوث الفائدة واستقاء العظة والعبرة، ودي نقدر نقول إنها الغرض الأول أو الغرض الأساسي من سماع الحكاية وقراءة الروايات. يبقى لما حد يسألك لماذا نقرأ روايات أو ليه تقرأ روايات، الغرض الأساسي أو الغرض الأولاني أنت عرفته. الغرض أو السبب رقم 2، الرواية يا صديقي مدخل سهل للدخول إلى عالم القراءة الواسع. بص، هو أكتر الناس على وجه البسيطة ما بتقراش، يعني مش أنت لوحدك يا حزين، يعني لا، في ناس كتير ما بتفكرش تقرأ أصلا، أو مش شايف القراءة أهمية. أما اللي شايفين القراءة مهمة وما بيقروش، يعني هتلاقيهم يقولوا لك أصل أنا مش متعود، أصل الكتب هي اللي صعبة، أصل وأصل وأصل، ويفضل يقولك في حاجات ألاش أصل. فتقول له: بطلت حجتك يا رجل، اقرأ روايات، يعني الموضوع سهل وبسيط. الروايات سهلة وبسيطة وممتعة ومفيدة، وتعودك على إنك تقرأ بعد ما الكتب الدراسية سدت نفسك، أنا حاسس بيك. الغرض الثالث، إن الرواية ليها فائدة تاريخية. يعني مثلا أنت كواحد نفسك مسدودة عن القراءة في الكتب الأكاديمية الطويلة اللي بتتكلم في التاريخ والبلاد، لما تفتح رواية عن أشخاص معينين في زمن ما في مكان ما، هتكتسب معلومات عن المكان ده وعن الزمان ده،
ومثال على ده رواية ثلاثية غرناطة اللي ممكن نعمل عنها حلقة قريب جدا بإذن الله تعالى. أنا لما قرأتها يعني خلتني أخد بالي من تاريخ المسلمين في الأندلس ومعاناتهم. ممكن لو ما كنتش قريت الرواية ما كنتش خدت بالي من حاجة زي كده، بل إنها فتحت عقلي إن أنا أقرأ في تاريخ المسلمين في الأندلس. الموضوع كان ممتع جدا. السبب رقم 4 هو الإثراء اللغوي، ودي حاجة على المستوى الشخصي بحبها جدا وبهتم بيها جدا كواحد من عشاق اللغة العربية. يعني بحب الثراء اللغوي من الألفاظ والمصطلحات والأساليب والتعبيرات البلاغية. بص يا اسطى، يعني اقرأ لنجيب محفوظ، يعني اقرأ لنجيب محفوظ وانت هتفهمني. يعني وعلى جانب الكتب بقى مش روايات، اقرأ الإمام ابن القيم الحنبلي، أسلوب جميل وغير عادي، ويعني متميز. اقرأ روايات علشان لغتك تكون أقوى وأجمل وأحسن. الغرض الخامس، التأثر أو التأثير، ودي فائدة عامة للقراءة عموما، يعني مش قراءة روايات بس. القراءة بتؤثر على واقعك وكيفية تناولك للأمور، كيفية تفكيرك. الموضوع يا جماعة مؤثر جدا. يعني قراءتي لرواية فهرنهايت مثلا خلتني أحب الكتب جدا، ويعني عملت جوايا تأثير غير عادي بالنسبة لعلاقتي مع الكتب. القراءة يعني هتغير في حاجات كتير جدا، حتى في طريقة كلامك، يعني طريقة كلامك، في طريقة نظرتك للأمور. يعني كان في مقولة كده كانت بتقول كلما قرأت أكثر كلما رأيت أفضل تقريبا، يعني مش فاكرها أوي. الغرض السادس، المتعة طبعا. يعني فكرة انك بتقرأ رواية، يعني كما يقول الكاتب التركي المشهور الحاصل على جائزة نوبل في الأداب، مش هقول اسمه يعني عشان خطر غالبا هنطقه غلط، يعني كان يقول الروايات حياة ثانية. فالرواية مسلية وممتعة جدا، يعني بتخليك تتعرف بقى على ثقافة تانية، شخصيات تعيش معهم تجارب حياتية وتستفيد من أخطائهم وآرائهم وطريقة حياتهم حياة تانية. الموضوع ممتع جدا. ممكن انت شفت ده موجود في الأفلام أو في المسلسلات، لما انت بتتابع شخصية معينة بقى وتشوف بقى محمد رمضان وهو طالع من البتاع كده وقام قلع التيشيرت وبنت العضلات، يعني الموضوع يعني جميل جدا. الشاهد من الكلام ان الروايات فعلا فعلا ممتعة. انا قلت لك يعني 6 اسباب بس، يعني لما حد يقول لك ليه بتقرأ روايات يا اسطى، يعني تمام، او ليه بتفتح روايات يا عم احنا مش فاضيين للكلام ده، رد عليه بال6 دول. يعني وبص، يعني انت ممكن تزود عليهم كمان حاجات تانية. يعني اصلا الروايات اكثر الكتب مبيعا، الروايات اكثر الكتب بقراءة وترجمة، غير انها في ناس بتستخدمها للهروب من الواقع. الرواية ترضي جميع الأذواق، يعني في أدب بوليسي، رواية تحقيق، خيال علمي، فانتازيا، اجتماعية، تشويق، جريمة، نقد، رومانسية. يعني حتى لو أنت كئيب يا كئيب هتلاقي في أدب سجون يا باشا وتعذيب وحاجات فظيعة جدا كده. لو أنت بتحب النوع ده أنصحك برواية يسمعون حسيسها المهندس أيمن العتومي، يعني حاجة منيلة ب60 نيلة خالص بس جميلة جدا. يعني المهم دلوقتي نسأل السؤال المهم، ايه اللي خلى الناس تحكم على الروايات انها تافهة ومضيعة للوقت؟ بص، هو يعني هو عموما احنا كعرب المحتوى العربي اللي بيتقدم في بعض منه بيكون مش تمام، يعني في كثير منه يصيبه الضعف. يعني لما تيجي تبص مثلا من كام سنة فاتت كده هتلاقي نجيب محفوظ مقطع الدنيا وبيتكلم بلغة عربية بنت 60 يعني قوية جدا، وتلاقي جنبه بقى شعرة زي حافظ إبراهيم وأحمد شوقي يا باشا دول كانوا عتاولة. فلما تلاقي الدنيا بعدهم تلاقينا يا باشا احنا غلابة، احنا انت كحيان يا محمد عارف له، فاحنا غلابة جدا. يعني بالنسبة بقى ان بقى فيه ركاكة، بل ان في ناس بتعمل الروايات ديت الموضوع عبارة عن تجارة، يعني فقالوا ايه مش انا مشهور يا باشا وانفلونسر على الفيسبوك وبيتابعني 60,000 واحد، لا يا باشا انا هعمل كتاب يا ابني تعالى، لا انا هعمل كتاب يا ابني انت مالكش في الكتابة يا حبيبي، انا هعمل كتاب خلاص، فيقوم عامل كتاب. فتلاقي الدنيا ايه بقى ما زبطتش معاه، ولكن كتاب موجود. فانت تيجي تبص ايه ده،
التفاهة دي، وخاصة الحاجات اللي بتبقى بالعامية. معلش سامحوني، أنا راجل منحاز شوية للغة العربية، فتيجي تلاقي الكلام يعني حاجة سيئة جدا، يعني عامية. عارفة أنت جيتي متأخرة ليه؟ فقامت بصت لأبوها وقالت له يا بابا أنا مش عارف. إيه يا عم الحاج ده يعني، وأنا أنا مش قاعد أسمع حدوتة يعني. لا، فنظرت وربطت على كتفي الحاجات دي بتبقى حلوة كده يعني. فسيبك انت يعني من أدب الأندر إيدج اللي موجود حاليا، والأدب اللي هو أدب الرعب برضو بيبقى فيه حاجات يعني ملهاش لازمة كتير، والأدب الإباحي موجود ومنتشر، وأنا آسف برضو أدب المحن الإسلامي، عارف اللي هو إيه بقى. فيعني فلما رآها تغض بصرها فحبها جدا، فارض يعني ما شاء الله. بص يعني هتلاقي حاجات فظيعة، تمام؟ يعني بالله عليك، يعني عاوز تقرأ روايات روح اسأل حد قرأ روايات، اسمع شوف الناس اللي بتعمل ريفيوز على اليوتيوب. الموضوع يستحق، اصلا انت مش هتقعد تصرف 10 ساعات من وقتك على رواية وتقعد تقرأ فيها وفي الاخر انت تلبس يعني يا صاحبي. فانا حفاظا عليك، حفاظا على صحتك، عشان صحتك تهمني في ربنا يعني. فلو لا يعني بلاش يعني، اقرأ، ايوه اقرأ روايات، ولكن اقرأ لناس تقيلة يعني. وهنعمل حلقات هنا بإذن الله تعالى عن الروايات. وختاما بنحب نشكر أستاذة أسماء على مساعدتنا في إعداد هذه الحلقة، نشكر الخلفاوي على شغله في هندسة الصوتية ومنتاج هذه الحلقة، ونشكر محمد جمال على ديزاين الجميل بتاع هذه الحلقة، ونشكركم على الاستماع إلى هذه الحلقة. أراكم على خير، والسلام عليكم.